هل تسمح لنا ببعض الأسئلة؟ تفضل يا بني لا إله إلا الله. من قبيل الابن لأبيه. نعم 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 تفضل. هم اثنان فقط أم أقوام؟ لا لا أقوام. أقوام. كأنهما قبيلتان. أو أخوات؟ أخوات. آه لا لا مش شرط. شوف شوف. أم يأجوج يأجوج من أين الاسم؟ نعم. كلمة العرب يقولوا أجج النار أو أجج النار. يعني أشعلها أو أضرمها. نعم. تمام. كلمة الآج يعني السريع العدو. سريع العدو صحيح. تمام؟ حركة سريعة. تمام نعم. طيب الأجاج شديد الملح هذا ما شاء الله. أنا كده وزاك أنا مبسوط أن حد معاه بتاع لغة يسعفك. تمام شديد الملح. تمام طيب. مأجوج إذا ماج الماء واضطرب قيل هذا ماء ممجوج. صحيح. شوف ومنها مجة أي مجة لفظة بحركة لفظة نعم. ما في تمام نعم. في رجه رجا ثم مجه مجة هكذا نعلم الناس الوضوء. نعم. نعم. شوف نار مؤججة معنى الكلمة. نعم. يعني نطبع بعدين سرعة العدو. نعم. تمام. وبعدين الماء شديد الملوحة. وبعدين التموج والاضطراب. ومأجوج يعني مرفوض مجة أنت من تلفظه. نعم. كل هذه المعاني مأجوج ومأجوج كلها صفات سيئة وغريبة ولا صفة طيبة. سبحان الله. ولا صفة طيبة. هم أدميون أبناء آدم يقال بشر. يقال بشر. أنهم آدم. نعم. نعم. طبعا العلماء خاضوا في الكلام في الوصف وخوفوا الناس وحتى وجدت إسرائيليات كالجبل يفرش أذنا ويلتحف بالأذن الأخرى. هذا كلام ومنهم العملاق ومنهم لا يتجاوز طوله شبرا من الأرض. يعني إحنا مش عايزين ندخل في خيالات شبرا كالصين يعني بمعنى أوضح يعني قصار. كثير من العلماء يركزوا على الصين والتنين جنوب شرق آسيا والتنين الأصفر وكذا لكن إحنا وقفين عندما يعني فضلتك لا تميل لهذه طب تميل إلى وصفه. طب نستمع الصغار العيون. طب جميل هنالك هذا الصفه على الصلاه والسلام. صهب الشهود اما تبص عليهم كده تلاقي اصهب اللي هو لا تعرفه ابيض فاصفر لونه كده عجيب شوي يعني مش لو اسمر مثلا عربي او اسود او كده زي الاخوه الافارقه. صهب الشهود يعني لما تشوفه كده يعني كان الصحباء مش وصفوا الولاد ولا الخبر بانها الصحباء. صحيح. يعني فيها صفره مع حمرة مع يعني شكلها من والعياذ بالله رب يعني والعياذ بالله رب العالمين هكذا ليس له لون محدد. الله يرضى عنك. تمام كده فقول ان انتم تظلوا تقاتلون غيركم حتى ياتي ياجوج وماجوج صغار العيون صهب الشهود واجسامهم وهم من كل حاجه بينسلون يقال ان اجسامهم يعني عاديه كالبشر العاديين. الحدب يعني ماذا الحدب؟ نعم. وهم من كل حدب من كل مكان صوب. من كل صوب من كل يعني سبحان الله يعني من كل نتوء في الأرض مش جاي من جهة واحدة فجأة تلاقي الأمة حصل عليها هجوم من كل حتة. هم رهيبة. هم مجمعون الآن في مكان واحد. مكان ما هو جايينه يعني المكان. طيب نستمع ونسأل. اسمهم يأجوج ومأجوج من أيام ذي القرنين. الله يرضى عليك يا رب. سورة الكهف. أرأينا يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. وذو القرنين كان قبل النبي كان في عهد مين يعني ذو القرنين قبل كليم الله موسى تقريبا يعني قبل 4000 سنه قبل يعني سيدنا بعد موسى. سيدنا ابراهيم يعني سيدنا ابراهيم ابو الانبياء فبعد سيدنا ابراهيم في هذه الاونه تقريبا. المهم ان ذو القرنين يقال انه نبي يقال النبي يعني هم احد الملوك الذين ملكوا الدنيا يعني يقاس بسليمان سيدنا سليمان قال سيدنا سليمان وذو القرنين مؤمنان وفي النمروذ وقارون ومن الكفار. لما ذو القرنين بنى السد يقول لك من يومها وهم يتوارثوا النقب في السد. الرسول مرة صحي سورة الكهف حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قوم من متخلفين يعني
مش فاهمين حاجه يعني أم يتكلم بلغه غير غير لغتهم. الله يرحمه شيخنا الشيخ الغزالي عليه رحمه الله كان يعلق على الايه تعليق عجيب يقول يا عمر ابن باين دول سلاله العرب ليه مولانا والعايزين خبير اجنبي يجي يعمل لهم سد ما تعملوا انتوا سد انتوا مستنيين الخبير الاجنبي يجي يعمل سد انت ما بتعملش ليه ده درس جميل فعلا انت لسه منتظر طب ما تعمل انت وقالوا هل نجعل لك وانا اقول كمان يعني عندكم ده خرج يعني ايه عطاء سنوي هذا مدلول يفرضوا على نفسهم جزيه لا اله الا الله ضريبه عارف اللي يحب يستعمر لا لا في ملك ابن نبي الله يرحمه كان يقول لك ان في شعوب من صفاتها ثقافه الاسلام ملك ابن نبي نعم ملك النبي درس الحضاره الله يرضى عليك يا رب في شعوب بطبيعتها تحب تستعمر في البيوت الان شيء غريب ناس تحب تقاد ولا تقود في اطفال عندك في البيت ولد يقول لك ايه مين يلعب معايا تعرف ان ده يطلع زعيم والثاني يقول لك ها مين هيلعبني لا حول ولا قوه حتى اللعب حد يلعبك فمصيبه ملكات وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين ان جوج وماجوج مفسدون في الارض عايزين نعمل يعني هم كان بينهم معاشره ومعامله بيفسدوا بييجوا ياخذوا ارضهم وياخذوا زرعتهم ويخربوا عليهم ويعودون الى مكانهم الى مره اخرى فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا قال لما كان فيه ربي خير فعينوني بقوه المهم جاب السبايك كان عجيبه بينكم وبينهم ردمة ما قال سد لا ما قال سد ما انتم شكلكم كده ما ينفعش تبنوا سد فنعمل لكم حفره زي الخندق كده وخلاص على جدكم فهم الرسول صلى الله عليه وسلم مره يستيقظ مذعورا عائشه خافت قال ويل للعرب من شر قد اقترب نقب في سد يأجوج ومأجوج اليوم نقب فتح فتح في فتح يعني استطاعوا ان يفتحوا فتح لان بيقول ربنا ايه قال فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا يعني اذا بيفتحوا فيقول لك ان هم يجتمعوا الذريات متتاليه يعملوا عايزين يفتحوا السد خلاص بيقولوا غدا يفتح خلاص احنا على وشك غدا يفتح الى ان يقول احدهم غدا ان شاء الله يفتح فيستثني يا بالمشيئه فيفتح وهذا هو يوم خروجه ولذلك احنا قضيه خطيره عايزين نعلم اولادنا لا تقل لشيء اني فاعل ذلك غدا الا لازم تقديم المشيئه الا